بينضم إلينا السيد نعمان أبو عيسى، عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي، معنا عبر سكايب. سيد نعمان، يعني بنتحدث عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية واتجاهات وسياسات كل حزب على حدة، بحكم أنك عضو باللجنة المركزية للحزب الديمقراطي، كيف تسير سياسات الحزب الديمقراطي وما الذي تطرحوه في الانتخابات الرئاسية؟ يعني الحزب الديمقراطي يدافع عن حقوق المرأة ويدافع عن حقوق الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة في أمريكا. من المعروف أن الحزب الديمقراطي يساند أحزاب العمال في أمريكا ويحاول التأمين الصحي لكافة فئات المجتمع الأمريكي وليس الأغنياء منهم فقط، وأيضا يحاول تقليص ضريبة الدخل لمتوسطي الدخل والفقراء وزيادة ضريبة الدخل للأغنياء في أمريكا، ومحاولة يعني تقليص الفارق الكبير بين الأغنياء والفقراء في أمريكا. نعم، يعني السيدة كمالا هاريس هي كيف قدمت نفسها باعتبارها بتنتمي للحزب الديمقراطي؟ نعم، إنها يعني هي سياسية تقدمية من الجناح اليساري للحزب الديمقراطي، ولكنها انتقلت إلى المتوسط عند ترشحها للرئاسة، وهي يعني مرشحة متوسطة إلى حد كبير، يعني تغيرت بعض مواقفها لتناسب الوسط الأمريكي وليس من الجناح اليساري التي كانت تنتسب إليه عندما كانت في كاليفورنيا. فإنها أتت من كاليفورنيا إلى مجلس الشيوخ، وكانت نائبة الرئيس الحالي بايدن ل4 سنوات، وهي يعني ستواصل معظم هذه السياسات، لكن قالت بشكل واضح أنها ستغير بعض هذه السياسات. أي من السياسات ممكن أن تغيرها؟ هل على الشأن الداخلي أم الشأن الخارجي؟ أنا آسف، ما عاد وصل الصوت. أي من السياسات ممكن أن تغيرها؟ هل على مستوى الشأن الداخلي أم على مستوى الشأن الخارجي؟ هتغير بعض السياسات الداخلية، ولكن على الشأن الخارجي هيكون التغيير أكبر بكثير، فإنه معروف أنها يعني غيرت لهجتها في المشاكل في الشرق الأوسط، فلم تجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو عندما أتى إلى الكونغرس، واجتمعت معه بعد ذلك وتحدثت باسم الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. وهذا التغيير ممكن أن يكون ضئيلا، ولكنه يعني مهم جدا في نظر الكثيرين في أمريكا. نعم، يعني بنلحظ في كثير من الولايات التقارب الشديد في النسب فيما بين كامالا هاريس ودونالد ترامب، وهذا يعني حالة استقطاب غير مسبوقة في المجتمع الأمريكي. هل المجتمع الأمريكي الآن منقسم بسبب سياسات كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري؟ نعم، لا شك أن الحزبين مستقطبين في أمريكا، والعديد من اليساريين ذهبوا أكثر يسارا واليمينيين أكثر يمينا، فإنه يوجد هناك فارق كبير، يعني العواطف مشحونة في أمريكا، وأيضا النتائج قريبة جدا، فالشرطة متهيئة لأين أي خلل في الأمن، ويعني نتمنى أن يكون النتائج واضحة بعد نهاية هذا اليوم. السيد نعمان أبو عيسى، عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.